تربية في حياتك يا معلم. خير. موضوع خير مش خير بقى ده انت اللي هتحدده. اتفضل اقعد. اتفضل. اقعد يا منصور يا جنتل. اقعد هناك هنا، اقعد هناك هنا. اعتبر نفسك كانك في بيتك بالظبط. بقول لك ايه؟ ما تجيب من الاخر. ماشي. الفيلا دي تخصني من النهارده. انت مش طلبت فيلا تشدد وانا فضيتها لك، عايز ايه تاني؟ مصر لما قعدت مع المعلم وخدت وديت مع نفسي كده لقيت ان الفيلا التانيه مش عاجباني. وايه المطلوب؟ تلموا حاجاتكم وتمشوا من هنا. والفيلا التانية تسيبها لي برضو. قعد فيها فاتن اختي. بس يعني بعد ما نفك الحزن شوية. بص يا معلم، احنا كل الفلوس اللي حيلتنا حطيناها في البضاعة اللي موجودة معاك. عايزنا نقعد ايه؟ نقعد في الشارع؟ مش بتاعتي دي تقعدوا فين بصراحة. ما تخصنيش يعني. ولا اقعد انا في الشارع وانا حزين كده فانسى مكان البضاعة. لا 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 حاضر. انسى؟ لا لا ما تنساش نص ساعة وحفظها لك. نص ساعة هفضي لك الفيلا ونفارق. وبكرة تجيب لي المحامي بتاعك وتكتب لي كل المحلات بتاعتكم اللي في السوق بيع وشراء. وأي وصولات أمانة على الصيادين تجيبها لي. أمين؟ أمين. ازيك يا معلم؟ اهلا وسهلا. ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله. انا من يوم اللي حصل انا بدور عليك عشان اشكرك يعني على اللي انت عملته معايا. لا انا ما عملتش حاجه، كتر خيرك. لا ازاي، انت دايما على بالي باللي عملته. هو ممكن رقم تليفونك؟ طبعا. على فكرة أنا كنت جيت لك الشادر عشان مالك؟ تعالي هنا. حاضر بعد إذنك.